ما فيش، بستنى استنى الناس اللي بتوزع الاكل، ابعت اولادي اجيب لهم اكل اذا اجوا كمان، انه يومين ما اخذناش اكل. الجميع توفير المستلزمات والمستهلكات الطبية لكي نستمر في تقديم الخدمة الطبية للمصابين والجرحى في داخل أقسام المبيت وأقسام العمليات والعنايات المركزة. طلبنا من المؤسسات الدولية توفير ما يلزم من هذه المستلزمات والمستهلكات الطبية، إلا أن ما يصلنا هو القليل والذي لا يلبي احتياجات المجمع، كون المجمع الآن يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمصابين الذين يترددون على المجمع باستمرار. Thank you.